منح الجنسية للغير الجزائري تعتبر من أعمال السيادية بامتياز، وليس هنالك في القانون الذي أعد لهذا الشأن ما يلزم وما يفرض على الدولة الجزائرية أنه إذا جازت مدة زمنية معينة على تاريخ تقديم الطلب أنها ملزمة على الرد عليه بالإيجاب أو بالرفض. لماذا؟ لأنه كما قلت هذه مسألة سيادية، ونحن لسنا الوحيدين في العالم ممن ينتهجون هذا المسلك. كل دول العالم تمشي وفق هذا، منح الجنسية لدولة ما أو رفضها من أعمالها السيادية. أما عن وضعية هؤلاء الأجانب المتواجدين على التراب الوطني فهنالك قانون يحمي حقوقهم.